بنصبح عليكم، وخلينا نصبح على زميلتنا هاله الحملاوي، نتعرف منها على اخبار المرور والطقس في القاهره وباقي المحافظات. صباح الخير يا هاله. صباح الخير يا مصطفى، صباح الخير يا جمانة، وصباح الخير على كل اللي بيشوفونا. صباح الخير عليكي يا هاله. اعتقد الجو حر شويه. حر يا جمانة، احنا نازلين الصبح درجه الحراره مرتفعه اصلا. ده حقيقي، هو في موجه حاره يعني، امبارح هيئه الارصاد نوهت ان في موجه حاره بس مكمله معانا مع الاسف يعني كام يوم كمان. يعني درجات الحراره اعلى من معدلاتها الطبيعيه بحوالي 4 درجات يعني. على العموم احنا هنعرف الطقس بالتفصيل، بس هنبدا الاول مع حضراتكم نبص كده على احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر، وهنبدا كعادتنا من القاهره. كوبري اكتوبر في الوقت الحالي بيشهد بعض الكثافات المروريه. شارع رمسيس بيشهد كثافات مروريه هتبدا تقل تدريجيا لحد ما نوصل لمنتصف كوبري غمره. اما كوبري 15 مايو المتجه للمهندسين فعليه كثافات مروريه. شارع بورسعيد من نزله كوبري اكتوبر بيشهد سيوله مروريه لحد منطقه الزاويه الحمراء، في كثافات نسبيه عند الويلي ولحد كوبري الساحل والاميريه والكورنيش من المظلات الى منطقه وسط البلد، في كثافات مروريه بسيطه ومتقطعه بالنسبه للمتجه للمؤسسه، في سيوله مروريه ما عدا بعض الكثافات عند المظلات. من القاهرة تعالوا نروح للجيزة، هنبدأ بشارع الهرم اللي بيشهد في الوقت الحالي كثافات مرورية، الكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروة. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي فبيشهد تباطؤ في حركة السيارات، في كثافات كمان للمتجه لكوبري الجيزة المعدني، وفي شارع فيصل في كثافات مرورية بتبدأ من محطة المريوطية ومكملة لحد كوبري فيصل. هنروح لطريق المحور القادم من اكتوبر، هيلاقي كثافات مروريه قبل الدائري بتستمر لغايه سلم ارض اللواء، بعدين هيلاقي سيوله مروريه في شوارع المهندسين ولغايه كوبري 15 مايو. اما المتجه لاكتوبر ففي سيوله مروريه. تعالوا نروح مع بعض محافظه الاسكندريه، في كثافات مروريه عند كوبري ستانلي وعلى طول الكورنيش، كثافات متفاوتة عند الإشارات بطول الكورنيش. أما باقي الشوارع الجانبية ففيها سيولة مرورية نسبية. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مرورية عند تقاطعه مع محور محمد نجيب، ونفس الأمر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مرورية ولكنها متحركة. نكمل مع بعض جولتنا المرورية ونروح لأسوان، وهنبدأ من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقة المسلة اللي بيشهد فيها الطريق سيولة مرورية على طول الشارع. هنلاحظ كمان إن في كثافات مرورية بسيطة لحد ما نوصل لمحطة القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مرورية. كمان أيضا في كثافات مرورية في شارع الحدادين وشارع الإمام الشافعي والطريق المؤدي إلى مستشفى أسوان الجامعي، في بعض الكثافات المرورية. دلوقتي خلونا نستعرض مع حضراتكم في جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة لسه مستمر معانا الموجة الحارة، الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، وفي نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 38، وأعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 45، أقل درجة حرارة في مطروح 30 درجة. هيبقى فيه تفاصيل أكتر عن حالة الجو النهاردة بس بعد شوية.